أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لمادة الأسبوع الخامس عشر من كتاب التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني من الصف السابع. قبل أن نبدأ، لا بد من التعريف بأبرز الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس. إذن أهداف الدرس هو التعريف بمحتويات الأسبوع الخامس عشر مع تحقيق ربطه بالمواد الأخرى. إذن تأمل الصور التي تراها أمامك. ما وجه الشبه بين هذه الصور؟ وما المكان الذي تدل عليه كل صورة؟ دعونا نلاحظ الصورة الأولى، على ما تدل؟ أو ما المكان الذي تدل عليه؟ تدل على مسجد. ماذا يفعلون؟ الطلاب يتلقون علماً من شيخهم. ثم نرى صورة جامعة، طلاب يتخرجون من الجامعة. أتمنى أن أراكم كذلك أعزائي الطلاب. الصورة الثالثة هي مدرسة تتلقى فيها الطالبات العلم. إذن ما وجه الشبه بين هذه الصور جميعها؟ نعم، إن وجه الشبه أن جميعها مؤسسات تعليمية، جميعها أصحابها يتلقون العلم على اختلاف نوعه فيها. إذن هذا ما سنأخذه اليوم هو المؤسسات التعليمية ودورها في ازدهار الحضارة الإسلامية. ما المقصود بالحضارة الإسلامية؟ هو كل ما قدمه المسلمون من علوم وقيم يستمدونها من القرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلى خبرات الأمم الأخرى للإسهام في بناء الإنسان. بماذا تميزت هذه الحضارة؟ تميزت أنها تقوم على العلم والإيمان، وقد كان لها دور كبير في ازدهار هذه الحضارة كالمساجد والجامعات والمدارس كما ذكرنا قبل قليل. دعونا نبدأ بواحدة من أهم المؤسسات التعليمية التي كانت نشطة كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظلت إلى وقتنا الحاضر، وهي المساجد. فقد ارتبط تاريخ التعليم قديماً في المسجد، وقد اتخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم المسجد مكاناً للتعليم، فكان يجتمع مع أصحابه يتلو عليهم ما نزل من القرآن الكريم ويعلمهم أحكام الدين. كما أنه عرفت أيضاً المساجد بوجود حلقات علم فيها، مثل حلقة حبر الأمة عبد الله بن عباس التي كان يقيمها في المسجد الحرام، كما أن هناك حلقات علم أخرى في المسجد النبوي والمسجد الأقصى وغيرها من المساجد. ثم بعد ذلك الكتاتيب، وهي أيضا مؤسسات تعليمية قد اهتم الإسلام من خلالها بتعليم الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. إذا خرجنا من المسجد إلى الكتاتيب، ولكن الأمر توسع بعد ذلك ليصل إلى المدارس، حيث كان لها دور كبير في تعليم أحكام الإسلام وإعداد الإنسان الصالح واكتساب خبرات جديدة وأعمال مختلفة، وهذا هو الأمر الذي تمارسونه أنتم الآن. أما الجامعات فهي أيضاً مؤسسات تعليمية، والتعليم فيها قد يكون مجاني وقد يكون لا، وكان فيها مكتبات ومنامات للطلبة. ومن أقدم هذه الجامعات جامعة القرويين في المغرب والزيتونة في تونس والأزهر في القاهرة. كما أن المكتبة أيضاً هي مؤسسة تعليمية، حيث يوجد فيها أنواع عديدة من الكتب، ومن أشهر هذه المكتبات التي عرفت مكتبة دار الحكمة التي أسسها هارون الرشيد في بغداد. ومن هذه المؤسسات التعليمية التي ذكرتها قبل قليل تخرج نخبة بارزة من العلماء والعالمات في مختلف مجالات الحياة. أذكر من هؤلاء الزهراوي، أبو القاسم الزهراوي، وقد ولد في مدينة الأندلس، في مدينة الزهراء تحديدا، وعاش في قرطبة وهو طبيب برع في الجراحة. أما الحسن بن الهيثم ولد في العراق تحديدا في البصرة، وقد عاش في مصر وهو اشتهر في علم البصريات، ومن إنجازاته اكتشف أقسام العين ووظيفة كل منها. أما عباس بن فرناس أيضا من الأندلس،
وقد برع في الفلسفة والكيمياء والفلك. مريم الأسطرلابية وهي سورية من مدينة حلب تحديداً، وقد طورت الأسطرلاب وهو آلة دقيقة تصور حركة النجوم في السماء. إذن المرأة أيضاً هي خريجة هذه المؤسسات التعليمية. ابن النفيس وهو نشأ في دمشق وعاش في القاهرة وهو طبيب ساهم كثيراً في مجالات الطب ويعد مكتشف الدورة الدموية. تستطيع الرجوع إلى المنصة التعليمية للاستفادة مما وضع لكم من أنشطة وتقييمات. أراكم في دروس قادمة، إلى اللقاء.